ارجع مرة تاني لربنا، ارجع له بالصلاة. يعني ايه بالصلاة؟ يعني اسكب نفسك امام الله وقول له يا رب انا عايزك، انا عايز ارجع اليك، انا من غيرك ما سواش حاجة ابدا، انا فقدت حياتي لما فقدتك، وفقدت لذتي وسعادتي لما فقدتك، واصبحت حياتي لا شهوة لها ولا طعم لها. اسكب نفسك امام ربنا، قل له يا رب انا اريد ان ارجع اليك، ولكن اعدائي قد اعتزوا اكثر مني، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بالهه. ارجع لربنا وقل له يا رب انت شلني وخذني اليك مرة اخرى. قل له انا فقدت قوتي لما بعدت عنك، اعطيني قوة خاصة من عندك، اعطيني معونة خاصة لكي ارجع بها. كتير من الناس ساعات يسألوا يقولوا عايزين نرجع لربنا، نرجع ازاي؟ ارمي نفسك قصاده وقول له انا عايز اقوم من هنا وقد اخذت بركة خاصة، وقد ارجعتني اليك، وقد حسبتني ضمن اولادك، ومش بس غفرت لي خطيتي انما انقذتني من محبة الخطية على الاطلاق. قل يا رب انا مش ممكن ارجع اليك ومحبة الخطية في قلبي، شيل مني محبة الخطية، مش انا اترك الخطية وارجع اليك، ده انت تجيني وتتركني محبة الخطية. وانا لو كنت قادر اترك الخطية ما كنت رجعت من زمان، لكن انا عايزك تخليني اترك، عايزك تديني قوة، عايزك تقودني في موكب نصرتك. صدقوني يا اخوتي، الانسان الناجح في صلاته هو الانسان الذي ينجح في توبته. وما اصدق قول ماري اسحاق حينما قال: من يظن أن هناك طريق آخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. لأنك بالصلاة تأخذ قوة ترجع بيها إلى ربنا. لذلك اغصب نفسك على عمل الصلاة أكثر من أي عمل آخر، لأنك بالصلاة تزيل الفاصل بينك وبين الله وترجع إليه مرة أخرى. عجيب جدا إن ناس كتار يفضلوا الخدمة على الصلاة، ويفضلوا القراية على الصلاة، ويفضلوا التأمل على الصلاة، ويفضلوا الاجتماعات الدينية على الصلاة، ولذلك يفشلون في علاقتهم مع الله، ويبقى ليهم صلاة وليهم قراءة وليهم خدمة وليهم اجتماعات، وفي نفس الوقت منفصلين عن ربنا، مفيش علاقة. لا، ارجع لربنا، ارجع لربنا وخذ منه. بعض الناس يظنوا ان الصلاة انت بتعطي لربنا، بتعطيله كلام، بتعطيله وقت، بتعطيله مشاعر. في الحقيقة الصلاة في عمقها هي عملية أخذ من ربنا، هو المعطي مش الآخذ. الإنسان اللي يصلي
ويشعر في صلاته انه اخذ من الله هو الانسان الناجح في صلاته. اللي يشعر انه صلى واخذ من ربنا قوة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا بركة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا توبة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا قدسية في الحياة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا صلة بينه وبينه يبقى صلاته ناجحة. هذه الصلاة. ربنا يقول لك تعالى، تعالى صلي علشان اعطيك، وانت تقف كلمتين وتزهق وتتضايق وتسيب الصلاة وتمشي من غير ما تاخد منه حاجة، وربنا يبص لك مستغرب، انت حبيبي مشيت بسرعة قبل ما تاخد ليه؟ انا كنت هديك. ليه مشيت بسرعة؟ ليه تركتني قبل ان اعطيك؟ زهق ومشي. طب امشي وبعدين تدور على ربنا ما تلاقيهوش، ويا ريت تمشي وبس من غير ما تاخد حاجة، ده انت تمشي وقد ظننت انك اعطيت لربنا كم دقيقة، وتيجي في السجل الروحي وتروح عامل علامة صحة على الصلاة. صلاة ايه بتاعي؟ ايه الصلاة دي اللي انت عملتها؟ اخدت ايه من ربنا انت؟ انت تمسك ربنا كده وتقول له انا مش سايبك، انا مش سايبك. عشان كده الصلاة عايزة طول بال، بدون طول بال ما بتاخدش، لازم تطول بالك في الصلاة. تقول له يا رب انا واقف قدامك ومش عايز اسيبك غير لما اخد منك اللي انا عايزه، ما اخدتش اديني ماسك فيك ومش هسيبك، لا اتركك حتى تباركني، امسكته ولم ارخه. هذا هو الجهاد في الصلاة. الناس ما تعلموش الصلاة، بيفتكر الصلاة يقول كلمتين وماشي او يصلي على الماشي. لا، الكلام ده ما ينفعش يا حبيبي. انت صلي وامسك في ربنا وخد، وان ما خدتش قل له مش هسيبك النهارده. انت وقعت في مين؟ مش سايب، مش سايب. يقولوا عليك الاله الطيب والاله الحنين، ويقولوا بتقول اسأله تعطى واطلبه تاخده. طب انا طلبت ومش همشي غير لما اخد. خلي بينك وبين ربنا هذا الصراع وهذا الجهاد في الصلاة، وحينئذ تأخذ من صلاتك عزاء ويمتلئ قلبك حبا، وتأخذ حرارة في الصلاة، ولا تكرر الكلام باطلا كالأمم، وإنما تسكب نفسك سكيبا أمام الله، كما وقفت حنة أم صموئيل كانت تصلي صلاة وتبكي بكاء وتنذر نذرا، ولم تخرج من الهيكل إلا ومعها وعد إن سيكون لها ابن. داود النبي كان لا يترك الله حتى يأخذ، يصلي ويقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، وبعدين يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، ان الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت بكائي، الرب لصلاتي قبل. طب ده انت بتقول قبليها يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. لا، ده كان الكلام ده في الاول، بتقول كثر الذين يحزنون، انا كان في الاول، لكن انا خدت. يقول انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب معي،
فلا أخاف من ربوات الجموع القائمين علي. ليه؟ أخذت قوة. في الأول كنت بقول كسر الذين يحزنونني، لكن دلوقتي أخذت قوة، أخذت طمأنينة، ما سبتش ربنا.